مناسبة فرتان كان حاليها إنتاني إنك بدنا ورجينا يا عاد نحاول فرحسناها إن إمجالد كولومبس شيء فنجر نوع عنو إكو صومالي إلى ذا هاي نفتر كي نصيب أو شيء إن كلا سوق يبقى له دلنيار تان ما شاء الله حال كما تسكن معني هذا نهي فنانين ترى كولومبس وهاي إن ديري قرينو دلنيار صومالي ما شاء الله كولومبس وهاي وحالة دافر جناس عصب ولو يبين يقلب كجريها لدكتور يكون لو قرحيا حفلة دافرك عبد الناصر فرنيتشر وايدد بدن كسو قيب غلين وحال اسلا قريب باهيدا لوقا بالدكان كانو نقونايا ميد كدوان غنحسيادا الصوماليدا وحاو نقونايا فرنيتشر كي اوغو هرييي اي اوهاي اللي هير جليه الصومالينا ايلاد هاي عبد الناصر فرنيتشر وحا حارون تو دوين اي كتالا مينيابوليس فرع ايدي لبادنا وحا اللي هير جليه كولومبوس وحا ايدين دياريين الابا اسوغوشرا سريرها تشيفكا كراس تفاديغا كراس تقذذا روغاقا اقابياد دربياد اللوغو قرحي عمل لوغو داتيو كوو ميساسكا لسارو غو ياشا ساريراها لوغو قوغلدو بوستا ياشا ايا نمان اقابياد كلاقا ديسان اي لوغو تيرا غالي قريها اي ديسان ايا قو يساسكا عصوب كوو يهورانا ايسكا بدليان اياغو واي كوسو دياريان اديغا سيه يلا نسيبكي اد قريغاقا كوديغان لحايت قرحو دا اي كوسو دياريان عبد الناصر فرنيتشر وحالاغا فوري لنا عوقوي اي مغالادا كولومبوس وهايو وحان كهلي ساعوان كشاشة ديني كغموغدا وهوال هدي آتكتوين الله كل مدون تسو دوين آدو بلاران يقيمة دميس وحان ديار دين كوغوه شقالة عربسان وكوغولة هدو يلوغة داده هويو ألابتا وحيكا كينان درالكا توركيغا چاينا مرايكان كا يوليبا ودامادا عربتا غاركود حفلة دي فريتان كنا وحيود عدد سيدتان عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد باو مهسنتين دمان ددوينها شرفت لأي ريو هايو اي كولومبوس اي كاسو قيب غلي مناسبة فريتانكا عبد الناصر فرنيتشر او نقونا ايا فرنيتشر اي ليه دادك الصوماليين اي مغالا دا كولومبوس آدي آد باو مهسنتين سيدا آد اسو غيسي وقتغان اوسو اجيبتين وحان كوب اللابان اينا مادام داد اسلام آن هاي آيادها قرآن كريم كا او نو آخرين دونو شيخ احمد فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم هذه آيات بومها تسيها الشيخ أحمد مركلة سودة وهذا دمانتين رمانتا وحان قبجوك نهاي فريتانكا مناسبة لغو فريو فرنيجر كوين عبد الناصر فاشيون او كامل نقون دونا دكامدا واوين غلب كغريها اي لغا اديكتو مغالدا كولومبوس او اهايو هورينا ومجرين دكان عين كان او كلا او صومالي ليدا هاي ان آدياد با امها سنتهين ددوينها كالدوان كان عساتادا نالييرادا هاوينكا قيبها كالدوان اي بلشادا فنانين تا ورياشا دمانتين سيدا آد نوغود القادتين آدياد با ايدين كام هاد علينينا عن جعلا هاي انان كسو دوويو mid kamid ah mulkiilayaasha business kan oo ka hirgeliyay magaalada Ohio Abdi Nasir Fashion si uu noogu sharaxo business kan iyo waxyaabaha ku dhaliyay iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono magaalada Ohio ku soo dhawow Abdi Nasir Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in Reo Ohio horta waxa waaye waa mahadsantiin dhamaantiin in waqtigi aad noo soo horteen iyo saacado badan oo aad na sugeyseen iyo sidoo kale dad badan oo reeyo haya oo sanado badan nagu dhiirigelinaya inaan maalin un dukaankan furno in dukaankan ma aha ki koobaad ee waa ki labaad ee gobolka macnaha Minnesota baan ugu yaala kana waa ki labaad marka aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad noo taageerteen ee noo soo dhaweeyeen waqtigiina quruxda badan reer Columbus aad nasiiseen waxaan rajayn doonaa insha Allah biin Ilaahay kariim baahiyaha ugu badan ee bulshada gobolka waxyaabaha ay u baahan yihiin alaabaha guryaha ha noqoto nooc kasta inaan dalka dibadiisa dalka gudahiisa waxyaabo badan oo ku qanci doontaan insha Allah biin Ilaahay kariim inaan keeni doono adinkuna aad ku qanci doontaan anaguna aan sidoo kale aan rajaynaynaa inaan idinka faa'iideyn anaguna aan ka faa'iideysano ganacsigu marka waxa waa taageero u baahan yahay inaan taageertaan waa ku mahadsantihiin
وأنا سودا قرب استاجي دونا بإذن الله كريم أنت أسكب بعد وحن كسر دوين دونا ملكي ليا شقيب كمدة إن هانت أن كسر دوين دونا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين أدو ما سنتين إن يمشينا يوقتينا نصور ترمانتا أدو ما سنتين أنت أسكب بعدي وحن كسر دويننا عبد الناصر فانيشر إن مرة رسول شقي واسكن لوكيشن كنا أنا إني شوي كدهنا وكم قاعد أرها نتفاشن سويت وهذا نلاين هاي سدنا أول ما رجعي إني قلت إنه وقرحين إن هذا نقولي هاي إني قرحين دهنا إن شاء الله حقها بلاو سويت إنه هذا ما قدرت مركز سويت وهذا أتبني السلام عليكم وحن شعلها هاتنا إن نوية بنادي نسافير تسمى وأيضاً كلمة كده دهنا تسويت وينا كسر دهوا سافير تسمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبني السلام يا رير كولومبوس أوهايو وحب دم بام فرنيتشر قال لي ده هيتجي شرني يعني ما أنت أدب نقول حسنا إن ماذا نوكي أنا ما ركتي فرنيتشر كان وفري أمير سومالي لي ده هاي إن ما سومالي كشقينا يان ندد أدرس كل لغتي هين أفكاري قرنية إن العرب قالي وتي يلا قروح بدن أي على قفري مقال لدن مكارير كولومبوس هاي وحن لي هاي سود وهذا كسود وهذا عبد الناصر فرنيتشر أدرس كأي إنفورميشن كردم على قصو قريدونا عشلدن reer ohaayo bishaarada asaanu galabtay isku soo baxnay intayada timi inamada business conference waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo en anagana deehalaha naga dhiga customerkii ehelkoodi iyo inamadooda u yimaada ee ka yibsada alaabta soo dhawaada reer kulan masraay mar labaad assalaamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم وحلا بلاو بسنكا وين وحان هالكان اوغا همبالينا يا همباليو اي بغادين اي سودا وين كسامينا يا والالكي قالي عبد الناصر فاشيون او فنجر كي سلابات كفورتي مغالا دا كولومبس اوهايو وحان لايها انتاني انكا بدن ورجينا يا اد نوحاو فرحسنها ان اي مغالا دا كولومبس يشي فنجر نوعانو اك او صومالي اي لايدهاي عدانك انا كمار مدونان رجينينا marka waxa leenaha barakallah businesska allah barakeeyo intani in ka badan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta waxa isugu iimaane walaalkay abd nasir fashion oo columbus ohio nooga furay finijirkan aadka u qurux badan hada abd nasir wuxuu ka yimid minnesota wuxuu ku lahay finijir ree columbus ohio waxaan rajaynayaa inaan ree minnesota ma ba gaari karna uma leenahay iga xanaaqine kasto laakiin ina isgaarsiino aniga ohay way dhibaysaa saan way runtii wallahi 614 waa jareeyaa marka wax laga sheegayo marka 614 oo hay ceebeenina isku soo baxa waa waree qeyla dhaawa waree kaalaya nooy maada finajirka finajirkiina waaye abd nasir faashi oo hanu ceebeenina laba taksi taana wax gadatiin waa ogee soo wada baxa wada gadanayna waa wada gadanayna walaalayaal soo wada baxa soo imaano hadaba waa kana maasha Allah tabaarakala wixii kaftan waa iska kaftan ree columbus ohio dad nasab oo goba idii ku ogaa finajirada quruxda badan aroosyada hoolalka saa ugu xisaabtantiin ugu soo xisaabtama weli banaan isaa wata discount aan yelsiinay kursigeega banaanka waa camal weekendiga mafahante maasha Allah tabaarakala war maa la wadaahe abd nasir walaalkay welcome to columbus ohio adiga iyo businesskaada ilaahay ha ku aflaxo businesskaada macnaha daah allah kaaga qaado kii la mahdiye allah kaaga dhigo anaga ree columbus aad u qalbi fiican maasha allah ree columbus wa salaama ya waan jeclaa 614 maasha allah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh galabta waxaan halkan aan isugu imaanay dukaan cusub oo alaabaha dadka guursanaya ee maaragtay iyo dhalinyarada alaabaha gadanaya iyo kuwii alaab raba inay gataan waxa yaala waa sariirihii waxa yaala kuraastii waxa yaala alaaba aan anaga aan caadi ahayn waxa halka maanta isugu nimaanay haddaan nahay fanaaniinta reer columbus ahay inaan dhiirigelino dhalinyaro soomaaliyeed maasha allah wax walba ay qabsanayaan marka idinkuna waxaan leeyahay soo booqda dukaanka imaada shopping garaysta samtad waxaa laga yaabaa maalmaha ciida new yearka iyo maxaa ku dhahaa xafladaha ku dhiganatana discount baa leensinayaa marka waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa farxad iyo maanta inaan ka soo qayb galo garaan opening abd nasir fanajer oo laga furay gobolka ohio gaar ahaan columbus
North Side ka waxaan ku codsanaa dhamaan reer Columbus Ohio inay business support gareeyaan ee imaadaan waxa laga helaa alaab aad u qiimo badan ku soo dhawaada in leena waa maadsantay walaalkay sidaad sheegtay kulli ana hare looma hadlo intii ugu wanaagsanayd ugu muhiimsanayd walaalkay ba sheegay aan kulli dabcan waa meeshii ugu horeysay ee Soomaali leedahay oo furniture ah oo alaab qasa u qurux badan taalo aniga laftarkaygu nasiib aan u yeeshay inaan kala soo qayb galo dhalinyartan ma sha Allah aan idinkana waxaan idin ogeysiinina alaab macquul ah qiimaheedu oo adduunka meel kasta oo ka jirtaba halkan way taala ka soo qayb gali kartaan waa iman kartaan waa fiirin kartaan adresskeeda iyo informationkeeda dhana shaashada idin ku soo qori doona insha Allah waana ku mahadsantiin barnaamijka sida quruxda badan leedin kuna u soo diyaarisen aad baa mahadsantiin aniga oo magacaygu yahay hodanadan Cali Abdinaasir Fanachar ayaan ku soo dhaweynaya xalfadan waan u mahadcelinaya fanacharka hal soo dhaweeyo lagu soo yaaco bananagu Ilaahay ku darsanaya marka hanad fashion sidoo kale yana ka reebine isagana soo dhaweynaya marka insha Allah si hana qaadan lahay si hana qaada bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi ma sha Allah tabaarakallah ma sha Allah walaalkaano moolkan uu maanta noo furay waa mool aan hore u haysanin dareeho haya hadaan nahay waxayna hore u haysanin baynu helay waxaan leeyahay ma sha Allah tabaarakallah Abdinaasir guri weyn wuxuu ku leeyahay oo moolkan oo kale taamaan sooto hoohaayo wuxuu yiri waa inaan u furnaa ree hoohaayo walaalaheen de ummada islaamkuna waa isgarab qabtaa waxaan leeyahay walaalkeen la soo garab istaago alaabta waliba waa waxa weeye sida gaalada kale la idinka gadimaayo si yar oo jiiba la idinka gadayaa customer fiican baa idin soo dhaweeyaa helaysaan dad wanaagsan baad helaysaan oo aad idin raali galiya marka waxaan leeyahay alaab qiimo gal u keenay xaqiiqa markaan soo sheegno roogaga dukaankiisa yaala umalayn mahay moolalka kale Soomaalida inay yaalaan marka waxaan leeyahay hal lagu soo dhawaado hal laga qayb qaato ma sha Allah tabaarakallah Allah idin barakeeyo ayagana waxaan leeyahay barakallahu laka Ilaahay u barakeeyo Ilaahay subhana wa ta'ala wax khayr badan Allah ugu bedelaan leenahay ma sha Allah waa u leenahay walaalkaano hal si boor Soomaalidu waxay qurux ku tahay oo sharaf ku leedahay ira isu suborto suboraha sadaana isu suborno oo macnaheedu inaga walaalkeen aan inagu isu suborgayno waa la iska ciya dadku markay farfadhiyaan ilmuhu fadhi buu ka bilaabaa markuu fadhiisto wuu gurgurtaa markuu gurgurtana wuu socdaa wuu talaabo qaadaa marka waxa weeye Soomaalidu hadaynu saa isu qaadno dagaaladaba waa ka hormari lahayn marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiin waad mahadsantiin dadka ka sharafta leh ee ka soo qayb galay ayagana waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo